لو فاكر ان بداية الموسم ده هتكون زي الموسم اللي فات يبقى انت مش متابع كويس، وعايزك تركز معايا كويس قوي الحلقة دي. النهاردة النادي الاهلي بيرجع لنا بعد فترة غياب كبيرة جدا بعد نهاية الموسم اللي فات اللي كان شاق وعصيب وفيه احداث كتيرة جدا. النهاردة اول مباراة في الموسم وهتكون مباراة السوبر المحلي قدام طلائع الجيش ان شاء الله الساعة 7 بالليل على استاد برج العرب في اسكندرية. وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شاوي وضيوف الاستوديو الساعة 5 بالليل ان شاء الله. يلا بينا. النهاردة إن شاء الله أول مباراة في الموسم هي مباراة السوبر المحلي. طبعا في لعيبة كتير لسه منضمة للنادي الأهلي وهيبدأوا النهاردة مباراة السوبر، وأنا بحب دايما نبدأ الموسم كده أول مباراة ليك مع النادي الأهلي ببطولة إن شاء الله، وده اللي إن شاء الله بنتمنى يحصل للعيبة الجديدة المنضمة لينا النهاردة. إحنا قبل كده كسبنا السوبر ده 11 مرة قبل كده، احنا اصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب الكبير ده، واحنا النهارده ان شاء الله اول مباراة في الموسم اللي اتكلم عنه بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي لفريقنا في المباراة الاخيرة للموسم اللي فات. طبعا عايز افكركم باللي قاله مستر بيتسو موسيماني عن الموسم اللي فات واللي حصل فيه والاخطاء واللي وعد ان هي ان شاء الله مش هتتكرر تاني. تعالوا نشوف كده مستر بيتسو قال ايه ونرجع مرة تانية. I came naive and not knowing what is happening. وصلت ساذج مصر وكنت شايف ايه اللي بيحصل. Not understanding the dowry. ما كنتش فاهم ايه الدوري المصري. Not understanding the culture of my players. ما كنتش فاهم ثقافة اللاعبين بتوعي. Didn't even understand the religion. حتى الجزء الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين. I didn't understand many things. حاجة كتيرة ما كنتش فاهمها لما جيت. I just came and came for football. جيت بس لكرة القدم. But I realized that is more than football. بس عرفت الموضوع، تأكدت الموضوع أكبر من كرة قدم. But yes, I've made a lot of mistakes. طبعاً أنا ارتكبت أخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes. But I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small two-year-old, you can just cross the street. بيقول انا عمال ارتكبت اخطاء، بس ارتكبت اخطاء عن جهاله، انا ما كنتش عارف، عن جهل يعني، ما كنتش عارف، زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبي يعدي الشارع وهو مش عارف، ما عندوش معرفه لسه. Next year السنه الجايه ان شاء الله والله we'll be much better team. ان شاء الله بيقسم بيقول والله هكون افضل، كل فرقه افضل. Because I'll be a little bit smarter. هكون اذكى شويه. I'll understand the league. فهمنا الدوري، نظام الدوري ماشي ازاي. And we are putting in a few players. وأضفنا بعض لاعبين تانيين جداد. To strengthen the team. عشان نقوي الفريق. And we'll be better. وإن شاء الله هيبقى أفضل بإذن الله. And I want to say to them thank them for the support. وعايز أقول للجميع الأهلي أنا بشكركم للدعم. طبعا كلام مهم جدا من مستر بيتسو موسيماني اللي اتكلم عن الموسم اللي فات والأخطاء واللي وعد إن هي مش هتتكرر الموسم ده. طبعا بادئين بداية قوية قبل الموسم، كان في استعدادات كده الى حد ما يعني تمهيديه للموسم بعد الموسم الشاق اللي فات. كان في معسكر في اسكندريه الفريق موجود فيه ولعب ماتشين وديين قدام واحد بتروجيت انتهى بالتعادل السلبي واللي شهد تالق محمد محمود اللي بالمناسبه مستر بيتسو موسيماني متمسك ببقائه في الفريق ومش هيخرج ان شاء الله الموسم ده في اعاره او يروح في اي حته تانية. والمباراه التانية اللي كانت قدام فريق المقاولين العرب وانتهت بفوز فريقنا بهدف وحيد سجله حسين الشحات اللي كان خاتم الموسم اللي فات ولا اروع من كده، كان مادي اداء عظيم جدا الحقيقه، وبنتمنى ان شاء الله يبتدي الموسم ده نفس الطريقه اللي ختم بيها الموسم اللي فات. طيب اهميه المباراه واهتمام النادي الاهلي بيها جاي منين؟ جاي من كابتن محمود الخطيب، ده بيبين قد ايه المباراه دي مهمه. كابتن محمود الخطيب كان موجود في المعسكر بتاع اسكندريه وموجود مع اللعيبه وبيحضر التمرين ومتابع كل حاجه وواقف على كل كبيره وصغيره. طبعا من بدايه الموسم كده مفيش تهاون، مفيش استهتار، مفيش حاجه ممكن تزعل جمهورنا، مفيش حاجه ممكن تبعد عننا بطولاتنا المفضله. طبعا الفتره اللي فاتت الفريق ابرم عده صفقات مميزه جدا، وده بيبين لك ان يعني الى حد ما في تغيير في طريقه التفكير، في تغيير في طريقه الصفقات والحاجات اللي بنفكر فيها ودعم الفريق. احنا لو جينا بصينا على القائمه بتاعه النادي الاهلي هتلاقي فيها عمق كبير جدا، كل مركز فيه 2 او 3، يعني لو جينا نتكلم كده مع بعض مش هنبقى عارفين مين فيهم هيكون اساسي ومين احتياطي. النهارده الكل جاهز ان شاء الله لمباراه طلائع الجيش، ما عدا طبعا اللي حظه سيء جدا بيرسي تاو اللي اتصاب في معسكر منتخب جنوب افريقيا وهيغيب عننا الفتره كده، لكن الباقي ان شاء الله هيكون موجود. ميكيسوني هيكون موجود، لعب ماتش المقاولين وظهر الى حد ما بشكل
جيد يعني، ولسه يعني على ما ينسجم مع الفريق ان شاء الله منتظرين منه اداء قوي جدا، وباقي الصفقات الجديده يعني ان شاء الله تكون اضافه للفريق الموسم ده. منافسنا النهارده فريق طلائع الجيش اللي بيقوده المدرب المحترم كابتن عبد الحميد بسيوني، طبعا بيتمنوا ان هم يتوجوا باول بطوله في تاريخ النادي. طبعا هم كانوا قريبين من ده الموسم اللي فات لما وصلوا لنهائي الكاس، لكن فرقتنا قدرت تكسبهم، وكانت بطوله مهمه جدا في الثلاثيه التاريخيه اللي حققها الجيل التاريخي اللي لسه مكمل معانا واللي معاه كابتن محمود الخطيب طبعا الرئيس التاريخي للنادي الاهلي. وان شاء الله الموسم ده نكمل الانجازات اللي تعودنا عليها في الفتره اللي فاتت، يعني تقريبا في كل البطولات اللي شاركنا فيهم في آخر موسمين خسرنا منهم بطولة واحدة بس، وكان عليهم كمان هدية المركز الثالث في بطولة كاس العالم للأندية اللي للأسف اتأجل، مش هيتلعب في شهر ديسمبر ده، اتأجل للسنة الجاية 2022. وإن شاء الله فريقنا يكون يحالفوا التوفيق ويحقق نتيجة أفضل من اللي حققها السنة اللي فاتت في قطر لما حققنا المركز الثالث، وأداء كبير جدا قدمه النادي الأهلي لما لعب بايرن ميونخ وبعديه لعب بالميراس البرازيلي وقدر يخطف منه الميدالية البرونزية. النهاردة فريق طلائع الجيش بيدخل المباراة وهو تقريبا داخل بفرقة جديدة، أبرم حوالي 10 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويعني فيهم أسامي كتير مميزة زي ميدو جابر مثلا المنضم من سيراميكا، وطبعا كل اللعيبة دي هيكون عندها طموح إن هي تأدي مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي ويعرقلونا يعني عن تحقيق أول بطولة في الموسم. لكن انسوا يا جماعة إن شاء الله البطولة أهلاوية، وإن شاء الله النهاردة هنحتفل بأول بطولة في الموسم الجديد. وقبل ما نختم بنفكركم ان شاء الله بمباراة يوم السبت قدام انبي في مسابقة كاس مصر، المباراة المؤجلة من الموسم اللي فات، وان شاء الله فريقنا يكون عنده التوفيق ومستر بيتسو يجرب بقى عناصر من البدلة في المباراة دي وبداية خفيفة كده للموسم ان شاء الله قدام انبي. وبنفكركم كمان بسؤال حلقة النهاردة هو عن واحد من نجوم النادي الاهلي التاريخيين، نجمنا ده شارك في اول بطولة سوبر حصل عليها الفريق ودوره كان مؤثر جدا في حسم اللقب الثاني، هو واحد من اعمدة النادي والمنتخب لسنوات طويلة جدا وتقريبا شال كل البطولات مع الاثنين وبأعداد كبيرة جدا، لعب مع نادر السيد وعبد الحليم علي وسيد عبد الحفيظ وابو تريكا وعلاء ابراهيم، ودخل كمان النادي من الباب الكبير بالتتويج الافريقي في اول موسم ليه مع الاهلي، تفتكروا مين هو؟